يدفع الشبهات، نريد أن نسأل ونبرأ ذمة أمام الله سبحانه وتعالى بأننا سعينا من أجل إيقاف. الخطوة الثانية، خبر ابن عباس: رأيت ربي في أحسن صورة. إذا لا زال الكلام في مورد البحث مع أساطير تيمية في خبر ابن عباس في رؤية العين، ولنعرف هنا أصل المطلب الذي ناقشه ورد عليه ابن تيمية، وسنعرف شبكة ومتاهات حشو الكلام الذي حشى به ابن تيمية كتابه كما هي عادته في كل ما يكتب أو ينسب إليه، فهو في مقام. نحن أيضا نقول ونكرر، نحن نتعامل مع الآن مع ابن تيمية كشخص وكعنوان لأن الكتب سجلت باسمه، لكننا نعتقد ونرجح بأن جل ما نسب إليه هو لم يصدر منها أصلا. فلذلك نقول غفر الله له إن كان كل هذا الكلام قد دسه إليه ونسبه إليه المدلس من أتباعه. ماذا نفعل نحن؟ نحن نريد أن ندفع الشبهات، نريد أن نسعى ونبرأ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى بأننا سعينا من أجل إيقاف نزيف الدماء، التقليل من نزيف الدماء، التقليل من التغرير بأبنائنا بأعزائنا من السنة من الشيعة، من أهل العراق من غير أهل العراق، من المسلمين هنا ومن المسلمين هناك، لا فرق عندنا. نريد أن نرضي الله سبحانه وتعالى، وسنعرف شبكة متاهات حشو الكلام الذي حشى به ابن تيمية كتابه كما هي عادته في كل ما يكتب أو ينسب إليه، فهو في مقام الرد على الجهمية من خلال الرد على الرازي. وهنا أمران: الأمر الأول، قال ابن تيمية: فتبين أن القاضي ليس معهم ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا لاحظ ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس رواية النجم. وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه، فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه أحدها والثاني والثالث والوجه الرابع والوجه الخامس، هذا الذي ورد في بيان تلبيس الجهمية. لاحظ كلام واضح: فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين، أن ابن عباس أراد بالمطلق الذي أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين ويعتمد على قول ابن عباس يوجد وجوه أول وثاني وثالث ورابع وخامس على منطق ومنهج وأسلوب وسلوك العلماء، المفروض هذا هو رأي ابن تيمية، لا يترك الناس في حشو الكلام والمتاهات والشبه والضلالات كما فعل الرازي. لماذا لم يتعلم من الرازي؟ إذن نحسن الظن نقول تعلم من الرازي، إذن هذا هو رأيه وانتهى، لأنه خلال البحث لا يوجد رأي لابن تيمية عن رؤية العين، لم يصرح بشيء، يلتقطون هنا وهناك، وكلما تأتي إلى مكان يقول لك في مقام الاستدلال أين رأي ابن تيمية؟ أين يقول أنا أقول بكذا؟ أين الكلام المستقل لابن تيمية عندما يعطي رأيه كما فعل الرازي؟ لا يوجد. لاحظ أين الثراء وأين الثريا؟